نعرف جميعا شعور الذنب بعد تناول وجبة جيدة، أو لنكن صادقين، وجبة كبيرة. يحاول معظمنا الحفاظ على الصحة واللياقة، وتعمل وسائل الإعلام على التحذير من فائض السعرات الحرارية. لكن لنستمتع قليلا ونواجه أسوأ مخاوف نظامنا الغذائي. ماذا سيحدث إذا تناولت 100,000 سعر حراري في يوم واحد؟ هل هذا ممكن أصلا؟ حتى أنه صعب على السحس. بدون الكثير من المزاح، وهذا صعب علي كما تعلمون. لن أتردد في وضع هذا السؤال في منطقة النظريات المجنونة. لماذا؟ لنحاول تخيل ما تبدو عليه 100,000 كالوري. ماذا عن 164 حلوى ساندي الفوج؟ أوه، هناك طرق أسوأ للموت، لكني أستبق نفسي هنا. السعرات الحرارية أو الكالوري وحدة عادة ما تقاس بها كمية الطاقة، كما يوفر الوقود الطاقة للصاروخ، يستخدم الناس الطعام للوقود. والطعام غني بالطاقة لدرجة أن ما نسميه 1 كالوري ونكتبه بالإنجليزية بحرف سي كبير يساوي 1 كيلو كالوري، أي ما يعادل 1000 سعر حراري. لذلك فنحن نتحدث عن 100,000 سعر حراري هنا. لكن لتجنب أي سوء فهم، لنبقى على القياس الذي نعرفه. يحرق الإنسان المتوسط 2500 كالوري في اليوم، وهذا يعتمد على حجمه وعملية الأيض. تكفي هذه الطاقة لغلي 7.6 لتر من الماء. يحدث هذا وجسمك مشغول بضخ الدم وهضم الطعام، فيما يستخدم دماغك النهم للطاقة 320 كالوري في يومك العادي. تخيل ما يحدث عندما يكون عليك امتحان ويتوجب عليك مراجعته في الشهور السابقة. لا عجب أن الطلاب يجوعون كثيرا. يجب أن تستهلك يوميا عدد السعرات الحرارية نفسه، وهو 2500، لتحافظ على نفسك كما أنت. ويحدث هذا في الغالب بشكل طبيعي. كله متوازن بفضل الأكل حتى الشبع بما يكفي لتمضي في يومك. حاول الآن أن تقارن هذا الرقم إلى جبل 100,000 كالوري. فكرة أكل كل هذا يصعب تخيلها حتى. 100,000 كالوري تساوي طاقة من 159 حليب كامل الدسم. نتحدث عن حوض استحمام مملوء عن آخره، أو بيتزا بيبروني بقطر 30 متر. وإن كنت تفضل البرجر، فهذا يساوي 300 برجر بالجبن. هل ما زلت تعتقد أنه من الممكن أكل هذا القدر؟ إذا أجبت بنعم، فعليك التفكير في مستقبل تكون فيه البطل المطلق للأكل التنافسي. هناك الكثير منهم حول العالم، يتحدى المئات بطونهم لإثبات أنه يمكنهم أكل آلاف السعرات الحرارية في وقت قياسي. حتى أن البعض يعتبرون هذا من أسلوب الحياة، ويشاركون في أكبر عدد ممكن من المسابقات، ويسافرون لها مسافات طويلة. يدعي الأبطال أنهم أكلوا ما يصل إلى 200,000 كالوري في جولة واحدة من مسابقة في يوليو 2018. حطم أحد الأبطال الرقم القياسي العالمي بتناوله 19 بيتزا وربع من حجم 23 سنتيمتر في 10 دقائق. وماذا عن 74 هوت دوغ؟ هذا سجل آخر للرجل الذي فاز في مسابقة أكل الهوت دوغ 11 مرة. قال أحد المتسابقين إنه أكل في مرة ما قدره 20,000 كالوري في وجبة واحدة. هذا مهول، لكنه ليس سوى خمس هدفنا. مضغ واحد آخر ما مجموعه 100,000 كالوري في 4 مسابقات مختلفة. لذلك لدينا إجابة على أحد الأسئلة. يستحيل تناول 100,000 كالوري دفعة واحدة. قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص عديمو اللياقة البدنية، لكن تحضر لدحض هذا الاعتقاد النمطي. رغم أن هؤلاء الناس يقضون حياتهم في تناول الكثير من الطعام بانتظام، لكنهم يعرفون جيدا ضرر ذلك على جسم الإنسان. في الواقع لياقتهم البدنية مدهشة، لأنهم يقضون معظم أيامهم في تناول وجبات صغيرة جدا والتمرن في النادي الرياضي. عليك التعويض لموازنة هذه البطولات. يتضمن تدريبهم ابتلاع جالون ماء أو الكثير من البطيخ دفعة واحدة لتمديد بطونهم. ولم نبدأ بعد فيما يحدث في الجانب الآخر لكل هذا الطعام. ومع ذلك فهناك مشكلة. يمكن للمعدة أن تتسع لجالون واحد فقط من الماء. قد يصلح، لكنه لن يجلس لفترة طويلة. تسمم المياه شيء حقيقي، ولا أحد يريد التعامل معه، تماما مثل أي شخص سيحاول أكل جبل مصنوع من البرجر أو الكلاب الساخنة.
تذكر أن أي شيء حتى بالقرب من معايير الأكل التنافسي لأكثر من 10,000 سعر حراري أمر خطير للغاية، ولا يمكن تناوله إلا من قبل أشخاص مدربين. لكن عدة ظروف تساهم في استهلاك الشخص العادي لطعام أكثر من المعتاد. على سبيل المثال، يأكل الرجال أكثر من النساء بشكل طبيعي، ويمكن للمراهقين في مرحلة النضج أكل أكثر بكثير من أي شخص. انظر إلى فاتورتي للطعام لهذا الشهر وسترى. من المهم أيضاً مراعاة وزن وطول الشخص. قد يختار الرياضيون الذين يحرقون الكثير من السعرات الحرارية في التدريب حمية مفرطة بنظر الآخرين الذين لا يريدون بناء الكثير من العضلات في وقت قصير. إن السباح الأمريكي مايكل فيليبس صاحب الرقم القياسي في عدة فئات بسبب مجموع عدد ميدالياته الأولمبية البالغ 28 ميدالية، 23 منها ذهبية، يحمل رقماً قياسياً آخر في مجال مدهش. إنه آكل أولمبي أيضاً، يقول إنه يستهلك 12,000 كالوري يومياً في أيام التدريب. 3 بيضات مقلية، خبز محمص مع الكثير من الخضار، أومليت من 5 بيضات، 5 قطع خبز فرنسي محمص ووعاء من الفريك وفنجان قهوة. هذا هو الفطور. تتكون وجبة الغداء من 0.5 كيلوغرام من المعكرونة وشطيرتين كبيرتين، وسيكون العشاء ضخماً جداً بجانبه بيتزا. كما قال الرجل نفسه بعد فوزه بميدالية ذهبية أخرى، إن لا وقت لديه سوى للأكل والنوم والسباحة. كان يسبح 5 ساعات يومياً ليحرق كل ما يأكله، لكن هذا لن يكون كافياً لك ولي لحرق كل هذه الطاقة. هناك سببان لقدرة مايكل. أولاً، إنه الأفضل في مجاله. إذا كانت ميدالياته غير كافية، فلا يمكن لأي أحد في العالم أن يسبح مثله. من المثبت أن مايكل فيليبس مالك سعيد لبنية جسمية استثنائية. الأيض لديه أسرع بكثير من الشخص العادي. هذا يعني أنه يحرق الكثير أكثر من السعرات الحرارية مقارنة بالشخص العادي، حتى عندما لا يسبح كثيراً. تجاوز 2500 كالوري يومياً للشخص العادي تعني زيادة في الوزن. هذا ما يحدث. أي شيء لا يمكن لجسمنا الاستفادة منه فورياً سنتركه لوقت لاحق. بهذه الطريقة الطبيعية نخزن الطاقة ليوم ممطر، مثل توفير المال في البنك للمستقبل. لكن أجسامنا لا تقبل النقد وتستخدم ما تحت الجلد كبنك. نعم، أنا أتحدث عن الدهون. كل جزء من الطاقة في شكل عضوي لا يستطيع جسمنا حرقه أو إعادة بنائه إلى عضلات سيخزن على شكل دهون. للدقة، كل 3,500 كالوري لا نفعلها ستتحول إلى 0.5 كيلوغرام من الدهون. وبما أننا نعلم أنه يستحيل أكل 100,000 كالوري، لنخوض أكثر في هذه المواقف الافتراضية والمجنونة تماما. ستساوي 100,000 كالوري حوالي 13 كيلوغرام من الدهون. إذا كان هذا مخيفاً لك ففكر في هذا، دهون الجسم ليست إلا نصف المشكلة. تبدأ المشاكل الحقيقية عندما يتحول 10% منها إلى ما يسمى الدهون الحشوية. تؤثر هذه الدهون بشكل مباشر على عمل الأعضاء الداخلية. على سبيل المثال، يمكنها الضغط على الرئتين والتسبب بضيق تنفس. كما سيواجه الشخص على الأغلب زيادة في الوزن ومشاكل في التوازن الداخلي والتعرق، والأهم من ذلك ضربات القلب. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أننا بشر، وأن التمتع ببعض الملذات التي تسبب لنا الذنب، مثل وجباتنا الخفيفة المفضلة أو بعض الوجبات السريعة، جزء من السعادة، وهو مهم بأهمية صحتك ولياقتك البدنية. أكل بعض الدهون ليس سبباً للقلق، فالجسم يحتاجها فعلاً. وحتى إذا كنت كسبت بعض الوزن، يمكنك دائماً عمل تغييرات وخسارته. ما أكبر وجبة تناولتها في حياتك؟ أخبرنا في التعليقات أدناه. إذا تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. لكن مهلاً، لا تنطلق لأكل السعرات الحرارية بعد أيها السحس. لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة لتشاهدها. كل ما عليك فعله اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر والاستمتاع. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.